الله يبارككم ويحفظكم. لقد أعطاني الله كل سلطان في السماء والأرض، فامضوا لتبشير الناس من كل الأمم برسالة الخلاص ليكونوا أتباعي، واغسلوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروحه القدوس، وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. الحواريون مسلسل في حلقات يحكي قصة رسل السيد المسيح الذين اختارهم ليبشروا الناس برسالة الخلاص. عليكم. وعليكم السلام. هلا، الله يسعدك يا با. هلا بك ابني. اشونك يا با؟ الحمد لله بنتي. انت اشونك؟ الحمد لله يا با. نحن قاعدين نصطندغك. اعرف بنتي اعرف، انا جيت من وقت حتى لاحق على موعدكم. امبور انا وعدتوكم اروح معاكم للمكتبة. وعد الحردين. صار بنتي صار، بس خلوني ارتاح شوية وبدل حواسي وبعدين اروح ان شاء الله. اي يابا مثل ما تريد. انبور نحن عندنا وقت كثير. هسا انا عرفتوا ليش انتم تحبون القراءة بهاي المكتبة. ليش يابا؟ انبور مكتبة هادئة وجميلة وتعمل وهس القراءة، وبعدين القاعدة بيها ما تتفوت. نحن غير نراجع القصة السابقة حتى نعرف اشنو اللي صار وبشكل مختصر. ايه يابا، ونحن طالعنا عن اعمال الحواريين واشون تعرضوا للاضطهاد. انبور هي مآمنوا بسيدنا عيسى،
ونشروا كلمة الله رغم كل الضغوطات اللي تعرضوا له، وعرفنا إشون الله سبحانه وتعالى هدى شاول للإيمان وخلانه سفير يحمل رسالة المسيح إلى كل شعوب الأرض. الحواري بطرس استمر يعمل المعجزات العظيمة باسم سيدنا عيسى، وبين له الله سبحانه وتعالى أنه هو يعامل الكل بالمساواة، ولهذا أنعم على كل الشعوب بالإيمان. الله سبحانه وتعالى خلص بطرس وأنقذه من قبضة هيرودس، وبطرس كان يتجول من مكان لمكان ويحكي للناس الأخبار المفرحة عن المسيح. كان بجماعة المؤمنين بأنطاكيا اللي بسوريا غجيل أنعم عليهم الله بالنبوءة والمقدرة على تعليم الناس، منهم شاول اللي اسمه الروماني بولس وبرنابا وآخرين، وكانوا يجتمعون سوا. يا أخوان، أنتم تعرفون أنه نحن صايمين واجتمعنا هون حتى نصلي ونتضرع على الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان اللي طعانا هي. أي نعم، وخلونا نمجد ونسبح الله على عظمته. يا جماعة، أي واحد منكم إذا عنده مزمور يغيد يرتله، أو تعليم أو كلمة أو رؤية من الروح القدوس أو أدعية حتى إذا كانت بلغات ما معروفة، فخلي واحد يترجمها ويحكيها حتى يشجعنا. اي نعم يا بولس، انبر الروح القدوس اعلن لقسم من عندنا ان نكلفك انت وبرنابا حتى يقومون بالخدمه اللي الله سبحانه وتعالى دعانا لها. فصاموا وصلوا وخلوا ايديهم على بولس وبرنابا وبعثوهم، فغاحوا الميناء السلوكية وسافروا من هنوك عن طريق البحر القبرص، واخذوا معاهم مرقس حتى يساعدهم، وتنقلوا بجزيرة قبرص كلتها الى ان وصلوا لعاصمة الجزيرة بافوس، وهنوك قابلوا رجال سحاغ اسمه عليم وزعم انه نبي وكان بخدمة سيرجيوس حاكم الجزيرة، وكان الحاكم رجال ذكي فبعث على بولس وبرنابا. بولس، أنا بعثت عليكم حتى أسمع منكم كلمة الله وأحاول أفهم الشيء الصحيح. سيدي الحاكم، نحن غيح نحكي لكم عن طريق الخلاص. سيدي الحاكم سيرجيوس، لا تسمع كلامهم، انبور تعليمهم غلط وهيم غيح يحكون كلام ما صحيح. سيدي الحاكم، نحن غيح نحكي وانت انسان ذكي وتطيق تميز الحق من الباطل. سيدي الحاكم، لا تسمع لهم، مثل ما قلت لك حكيم ما بينه فايدة وتعليمهم ما صادق. فبولس انتلب الروح القدوس وقال للسحاغ بوتشو: يا ابن إبليس يا كذاب، أنت منتلي بالغش والخداع يا عدو كل صلاح، أش وقت غيح تجوز عن إفساد طرق الله المستقيمة؟ هسع غيح يضغبك الله وتصيغ أعمي وما غيح تغشع نور الشمس اللي فتح عيوني عيوني
بعد ما عاد اخشع بعيوني، عميت عيوني، ما اخشع غير الضمه. عاونوني، طلعوني من هاني، طلعوني من هاني. سبحان الله، سبحان الله يا جماعه. استمروا احكوا لي. مبور انا امنت بالمسيح وبكل الكلام اللي قلتمه. نشكرك يا رب. مبور انت انقذتنا من سلطه الظلام وطعيتنا نصيب مع الصالحين بمملكه النور. سيئ ليك يا رب ان تطعي للناس كل حكمه وفهم من روحك حتى يعرفون مشيئتك معرفه تامه. سيدي الحاكم، نحن ما غيح نتوقف عن الدعاء لكم، فعيشوا بحسب ما يرضي الله واعملوا الشيء اللي يسروا دائما، واثمروا بكل عمل صالح وتنموا بمعرفة الله. واسأل الله أن يقويكم بكل قوة على حسب قدرة جلالته حتى تحتملون كل شيء بصبر وبفرح. بولس وبرنابا ومرقس أبحروا من بافوس وغاحوا المدينة برجة بتركيا، لكن مرقس ترك بولس وبرنابا ورجع للقدس. وسافر بولس وبرنابا من برجة ووصلوا لأنطاكيا. دقيقة بنتي دقيقة، قبل شوية قرينا أنطاكيا وكانت مدينة بسوريا، هي نفسها هاي؟ لا يابا، لا، هاي مدينة أنطاكيا تصيغ بوسط تركيا، وهي غير هذيك أنطاكيا اللي قريناها واللي تصيغ بشمال سوريا. ايه بنتي، هسا اتوضحت الصورة، كملي بنتي. بولس وبرنابا بيوم السبت غاحوا للمصلى وقعدوا. بعد ما قروا فصل من التوراة وكتب الأنبياء، المسؤولين بالمصلى قالوا لبولس وبرنابا: يا إخوان، إذا كانت عندكم كلمة تشجعون الشعب بيها فتفضلوا احكوا. تفضل بولس انت احكي. اسمعوني يا بني يعقوب وانتم الاغراب اللي تخافون الله. الله سبحانه وتعالى قال: وجدت داود بن يسى رجال حسب قلبي وغيح يعمل كل ما اغيد، ووعدوا ان يمسح واحد من نسله يكون منقذ للشعب، وانا ابشركم ان اللي مسحه الله هو عيسى المسيح. نعم، وقبل ما يجي عيسى نادى النبي يحيى الكل بني يعقوب أن يتوبون ويغتسلون، ولما انقربت نهايته قال: أش الظنون أنا منو؟ أنا ما المسيح الملك المنتظر، لكن غيح يجي وغاي وأنا ما أستحق أحل رباط حذائه. اسمعوني يا أخوتي، اسمعوني يا أولاد إبراهيم وانتم الأغراب اللي تتقون الله. رسالة النجاة هاي انبعثت لنا احنا انبور اهل القدس وقادتهم ما عغفوا عيسى، ولما حكموا علينه تمموا اقوال الانبياء اللي تقروها كل سبت، ومع انه هيم ما لقوا سبب يحكمون علينه بالموت طلبوا من بيلاطس ان يقتلوا، ولما تمموا كل ما قالوا الكتاب نزلونه من الصليب وخلونه بقبغ، لكن الله سبحانه وتعالى قومه من الموت وظهر المسيح أيام كثيغي للي غاحوا معانه من الجليل للقدس، وهي مهسع يشهدون اللوة بين شعبنا. ونحن نقلكم، اسمعوني يا أخوتي، اسمعوني، احنا نقلكم بهاي البشاغة وعد الله الآباء نتممه لنا نحن أولادهم، وهذا الشيء صاغ بقيامة عيسى من الموت. لهالسبب لازم تفهمون يا أخوتي، نحن نبشركم بأن مغفرة الذنوب هي بواسطة عيسى، وبواسطته كل إنسان يؤمن
يتحرر من سيطرة الخطيئة. هذا الرجال يا جماعة، يا جماعة، هذا الرجال حكى كلام مؤثر كثير. ايه انظر الموضوع اللي حكوا بينه مهم جدا. يلا برنابا، يلا خلينا نطلع. يا بولس، يا بولس، نحن نريدكم تجون السبت الجاي حتى تحكونا بنفس الموضوع وتفهمونا أكثر عنه. إيه نعم، نبور الناس الموجودين غيح جون حتى يسمعون الحكي. إيه موعدنا السبت الجاي. الاجتماع تبع بولس وبرنابا كثير من الناس الأتقياء. بولس وبرنابا قاموا يحكون معهم وشجعوهم بالاتكال على الله. لما جاء يوم السبت اجتمعت المدينة كلها تقريبا حتى تسمع كلمة الله. مجموعة من بني يعقوب لما غشعوا هذا الشيء انتلوا بالغيغة والحسد. نحن لازم نعرض هذول اللي يحكون، ولازم نحط حد لهم. اطلع من المصلى، انتم كذابين. كان من الواجب نحكي لكم انتم بني يعقوب اول مرة عن كلمة الله، لكن بما أنه أنتم ترفضوها وتحكمون على نفسكم بأن ما تستحقون دار الخلود، فنحن غيح نروح للناس الآخرين. أمبور الله أمرنا وقال: جعلتك نورا للأمم لتحمل النجاة إلى أقصى الأرض. الحمد لله، الحمد لله، نحن الأغراب اللي ما من بني يعقوب، الله أنعم علينا بالنجاة. سبحان الله، سبحان الله على هاي النعمة. يا جماعة خلونا نكرم كلمة الله ونؤمن ونحصل على حياة الخلود. انتشرت كلمة الله بكل المنطقة. اغجال الدين حرضوا الكباغ من اغجال المدينة ونسوانهم. نحن لازم نعمل حل هاي المشكلة. ما انتم المسؤولين عن المدينة؟ نعم، ايش من ممكن ان نعملوا لكم؟ لازم تخشعوا لنا طريقة نخلص بها من هذولي. انتم يا نسوان اللي تعتبرون نفسكم متدينات، تقبلون على كل اللي عملونه هذول الاثنين؟ نحن لازم نطرد هذولي من المدينة. ايه لازم ما نخليهم يحكون اكثر مع الناس حتى ما يأثرون عليهم بهاي التعاليم. ايه نحن كلتنا معاكم. ايه نحن كلتنا مع هذول. صاغ اضطهاد قوي لبولس وبرنابا وطردوهم من منطقتهم، فنفض بولس وبرنابا الغبار عن رجليهم. رائد ابني. نعم يابا. نفضوا الغبار عن الرجل يعني اخلاء المسؤولية؟ ايه طبعا يابا، انبور بولس وبرنابا عملوا الواجب اللي عليهم، لكن الناس ما استجابوا لهم
وبهذا الشيء غيح يكونون الناس هي من المسؤولين على كفغن. الناس اللي آمنوا انتلوا بالفغح وبالروح القدوس. بولس كان يشجع الناس المؤمنين وكان يشد من أزرم ويوضح لهم الأمور اللي عتصيغ. يا جماعة، أنت مغشعتم أشون الله أنعم على الناس اللي ما من بني يعقوب؟ نعم غشعنا الحمد لله، لكن هل يعني أنه الله رفض شعبه؟ طبعا لا، انظر أنا نفسي من بني يعقوب ومن نسل إبراهيم ومن قبيلة بنيامين، وبهذا الوقت أكو مجموعة من الناس من بني يعقوب الله اختارهم بنعمته. يا بولس، أسألك مرتلخ، السقوط هذا يعني الأمر انتهى بالنسبة لهم؟ طبعا لا، انظر هدف الله إعطاء النجاة للناس اللي ما من بني يعقوب حتى يغارون منهم بني يعقوب. يا أخوتي اللي ما من بني يعقوب، خلوني أعترف لكم بسر حتى ما يصيبكم الغرور، وهو أن بني يعقوب تتقسى قلوبهم الفترة محدودة إلى أن يجي العدد الكامل من غير بني يعقوب للإيمان. بعد هذا غاح بولس وبرنابا المدينة أيقونية بتركيا، وهنوك قاموا يحكون مع الناس بالمصلى لدرجة أنه آمن كثير من بني يعقوب ومن غيرهم. لكن أكو جماعة من بني يعقوب ما آمنوا وحرضوا الناس. يا جماعة هذا التعليم اللي يعلمون لكم كله غلط. ايه انظر نحن من بني يعقوب ونعرف الكتاب، وهذا الشيء اللي يدعون بينه ما من الكتاب. لا تأمنونه بأي كلام يقولونه هذولي. يا جماعة لا تسمعون حكي هذولي، انظر هذولي قصدهم يضللوكم. لا، نحن نسمع حكيم ما دام عيحكون صح. اي نعم، عيعملون آيات ومعجزات عظيمة. نحن مع رسل المسيح، انبور عيعلمونا طريق الخلاص. نحن ما لازم نسمع حكيكم انتم. يا ناس، انتم ليش ما تقبلون تفتهمون؟ بولس وبرنابا عيغشوكم. حكيكم انتم بينو غش. انبور هدفكم ما نؤمن حتى ما نحصل على الخلاص. نعم، انبور هذا الخلاص بينو حياة الخلود. انقسم أهل المدينة وانحاز قسم منهم للرسل وقسم منهم للمجموعة الثانية، وكانت هنوك مؤامرة بين الناس الغير مؤمنين مع قادتهم حتى يهجمون على بولس وبرنابا ويرجموهم بالحجاغ. بولس وبرنابا لما انحسوا بهذا الشيء انهزموا المدينة لستر ودربة بإيقونية وللمناطق المجاورة، وهنوك بشغوا الناس عن طريق الخلاص بواسطة عيسى المسيح.
بمدينة لسترة كان هنوك رجال عاجز ومشلول من ولادته وما طاق يمشي طول حياته. هذا الرجال كان يسمع البولس وهو يحكي، فدحق علينا بولس وغشع عنده إيمان يكفي أن يشفينه. يا أخي قوم، قوم وقف على رجليك، قوم بسرعة. أشنو؟ أنا أقوم؟ ها؟ سبحان الله، الحمد لله، قمت وأمشي، مشيت. أنا طبت، طبت وقمت وأمشي، الحمد لله. هاي معجزة، هاي معجزة، معجزة عظيمة. هذا الشيء اللي صار ما يصدق العقل. إيه؟ هذا غجال المشلول قام يمشي. الآن يا أحمد جد يا بشر وجدتنا. إيه هذول يا آلهة ما بشر. يا جماعة هذا وثاني واحد هذا الإله هرمز، انظر هو المتكلم. إله هرمز، يلا يلا يا ناس خلونا نقدم ذبيح للآلهة. ايه هذول الاثنين آلهة ويستحقون ان نقدم لهم الذبيح. يا جماعة حتى الكاهن المسؤول على الإله زفس جاب عجل وجال معبده اللي بباب المدينة حتى يقدموا ذبيحة. ايه يلا يا ناس يلا خلونا كلتنا نروح للمعبد ونقدم الذبيح. يا ناس اسمعونا يا ناس، ليش بتعملونا هكذا؟ ليش؟ نحن مجرد بشر مثلكم ونحن نبشركم بكلمة الله بالإنجيل حتى ترجعون عن هاي الأمور الباطلة وتعرفون الله الحي خالق السماوات والأرض والبحار وكل ما بيها. لا 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 انتم الآلهة ولازم نقدم لكم ذبيحة. نعم انتم الآلهة. يا ناس الله سبحانه وتعالى سمح للشعوب من قبل أن يعملون الشيء اللي يريدونه، لكن مع هذا ما ترك نفسه بلا دليل يدل على وجوده، فأظهر لطفه وطعاكم المطر من السماء والمحاصيل بوقته، وهو يشبعكم بالطعام ويتلي قلوبكم بالفرح. يا ناس بالرغم من كل الحكي اللي حكونه بولس وبرنابا للناس، طاقوا بصعوبة أن يمنعون الناس من تقديم الذبيح لهم. بهذاك الوقت مجموعة من غير المؤمنين من أنطاكيا وأيقونيا بتركيا جو وميلوا الشعب وحرضونه على بولس، فرجموا بولس بالحجار وسحبونه برا المدينة وحسبان مات. المؤمنين حيوطوا بولس، فقام بولس ودخل للمدينة معاهم. ثاني يوم سافر بولس وبرنابا لدربة وبشغوا بكلمة الله هنوكا، آمنوا ناس كثير وصاغوا من أتباع المسيح، وبعدها رجعوا لستر وأيقونيا وأنطاكيا وهي مشددون على تلاميذ المسيح ويشجعوهم.